ينضم إلينا دكتور عبد الرزاق صغور أستاذ العلوم السياسية من العاصمة الجزائر. دكتور أهلا وسهلا بك. إذا ما هو فحوى هذه الخطوة الآن واستدعاء السفير الفرنسي خاصة فيما يتعلق بالبروتوكولات والشروط المعللة بخفض هذه التأشيرات؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أولا العلاقات الفرنسية الجزائرية هي علاقات قديمة جدا ومنذ الاستقلال، وهي بين مد وجزر دائما هناك خلافات وهناك توافقات وهكذا. اليوم استدعاء الجزائر لسفيرها بباريس، استدعاء السفير الفرنسي استدعي من طرف أمين عام وزارة الخارجية الجزائرية عنده أكثر من يومين. اليوم الجزائر استدعى السفيرها بباريس وذلك للتشاور، وهذا يعني أنه فيه استياء من طرف السلطة الجزائرية حول الموقف أو القرار الفرنسي. هذا القرار الفرنسي جاء انفراديا وبدون مشاورات مع الجزائر. تاريخيا وتقليديا وعرفيا فرنسا دائما تتحاور مع الجزائر حول هكذا قضايا، خاصة القضايا الإنسانية وقضايا التأشيرات وقضايا تحرك المواطنين من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال. ونحن نعلم أنه عندنا أكثر من 8 مليون جزائري يعيشون في فرنسا أو هم فرنسيون، الأغلبية منهم الآن بالجنسية الفرنسية، وهذا كلهم لهم أيضا امتدادات في الجزائر ولهم علاقات، وبالتالي حركة الانتقال وحركة التنقل من الجزائر إلى فرنسا بالبواخر وبالطائرات يعني كثيفة وكثيفة جدا، ومن جميع المطارات الجزائرية ومن جميع المدن. يعني إذن اليوم هذا الموقف الجزائري وموقف سيادي وموقف، لأنه نعرف أيضا أنه فرنسا هي الشريك الأول للجزائر اقتصاديا وثقافيا، ولهذا اليوم ضمن السوق الجزائري وسوق مهم أيضا بالنسبة لفرنسا. إذن اليوم فرنسا موقف كهكذا ممكن أن يخل بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأعتقد الآن لا نتسرع في أخذ المواقف، ولكن الموقف بالجانب الدبلوماسي هو موقف شديد وموقف قوي وموقف يعبر عن امتعاض، يعبر عن استياء، يعبر عن عدم قبول الجزائر للموقف الفرنسي. إذن ستكون هناك أكيد حوارات بين البلدين، ونظن أن استدعاء السفير هو موقف قوي. نعم نعم. إذن دكتور عبد الرزاق، فأنت ترى أن هذا الموقف هو مجرد جزء من العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، هذا الموقف وهذه العلاقة القديمة التي تشهد تجاذبات في بعض الأحيان لربما قد تشهد حلحلة بعد هذه المشاورات، خاصة فيما يتعلق إذا كان هناك تجاوب بتعديل هذه التدابير المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين والعائدين إلى بلادهم؟ نعم، المشكلة أيضا ربما أنه قضية ما يسمى عندنا بالحراقة أو المهاجرين الغشريين أو الذين يمتطون البحر، نظن بأنه هناك يكون حوار، أكيد أنه هناك يكون حوار ويكون هناك مفاوضات، وفرنسا أكيد ستتراجع عن هذا الموقف، لأنه موقف الجزائر أيضا سوق الجزائر شديد، وهي تعرف وتعرف أن حساسية الجزائريين لهكذا مواقف، لذا أنظن ستكون هناك حوارات. أنظن بأن المسألة هي ضغط بالجانبين للوصول إلى مفاوضات فعلية لحلحلة هذه القضية. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرزاق صغور أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من العاصمة الجزائر.